تحت عنوان ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام، انطلقت أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بجريدة الجمهورية تحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة بحضور عدد من الوزراء والمثقفين والقامات الوطنية. في المجتمع نقعد لمدة أسبوع أو أكتر حسب الأمر ما يتطلب، ونبتدي نتناقش في الموضوع اللي هو الشأن العام، ويبقى من منظور ديني ممكن، ويبقى من منظور ثقافي ممكن، ومن منظور فكري ممكن، منظور اجتماعي ممكن، منظور سياسي ممكن، زي ما انتوا عايزين. بس خلونا نحن نشوف ده، وارجو ان الاعلام يغطي بعد اعداد جيد لهذا الموضوع من الاوقاف ومن مشيخة الازهر طبعا فضيلة الامام، عشان الناس تسمعنا واحنا بنتكلم على ايه، يعني ايه شأن عام. بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر موسع خلال الفترة القادمة للحديث في الشأن العام، انطلقت أولى الندوات التحضيرية لمناقشة قواعد ومقومات الحديث في الشأن العام برعاية الوطنية للصحافة في حضور عدد من الوزراء وبمشاركة الخبراء والمتخصصين. في أمور كثيرة جدا في الشأن العام، الرأي الديني ليس سابقا للرأي الفني، وإنما الرأي الديني يتبني على الرأي التخصصي وأهل الاختصاص، وده اللي العلماء قالوا إيه، حيث تكون مصلحة البلاد والعباد فهذا شرع الله. فدايما برضو بنوضح إن مش في كل القضايا إن الرأي الديني يبقى بمعزل عن أهل الإيه الاختصاص. وضع ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام وأهمية التأهيل والتثقيف الوطني الجاد بات أمرا ضروريا على من يتحدث في الشأن العام، تأكيدات أخرى جاءت عن لسان المشاركين المتخصصين بالندوة. عندنا نماذج كثيرة حدثت في الإعلام أضرت بمصالح الدولة مع دول أخرى، أضرت بالمواطن، أدت إلى نشر أخبار كاذبة، وبالتالي عملت نوع من الاضطراب داخل المجتمع. فطبعا إحنا يعني أنا شايفة أن المسألة ترتبط بالقواعد المهنية، وتفعيل هذه القواعد لازم نحط كلمة الحرية لا تعني إطلاقا الفوضى، أو لا تعني أن أي حد يتحدث في أي شيء. وتختتم أولى الندوات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام بتأكيدات إن الشأن العام هو شأن الدولة المصرية في التغيرات السريعة والتحديات التي تواجهها، وهو ما سوف يتم إلقاء الضوء عليها في المؤتمر العام المزمع عقده برعاية السيد رئيس الجمهورية لتكون قابلة للتنفيذ. من مقر جريدة الجمهورية، وليد هيكل للتلفزيون المصري.